السلام عليكم خياتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مازلنا مع وصفه حلويات العيد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله وصفه تاعنا اليوم وصفه سهله خفيفه يبغوها بزاف ناس زمان، حلويات ناس زمان، اللي هي الصابلي بالمعجون. كاين بزاف الاخوات اللي ما يشوفوش فيها، كاين بزاف الاخوات اللي حابه ما تجيش كد اختها. اليوم ان شاء الله نعطيكم التفاصيل باش تنشفوا في هذه الوصفه وتقعد عندكم العجينه المعتمده. قدامنا نروحوا للفيديو تاع نهار اليوم ونشوفوا الوصفه تاع نهار اليوم. قولكم ما تنسوش اختكم امل بلي جيم لي كومونتير هكا باش الفيديو يطلع في اعلى مشاهده. نروحوا بسم الله على بركه الله بالمقادير. شنو نحتاج في هذه الوصفه؟ نحتاج 250 غرام تاع زبده طريه، نحتاج كاس تاع سكر ناعم، نحتاج حبه بيض كامله معها زوج صفار بيض، نحتاج كاس تاع نشا اللي هي مايزينا، وبطبيعه الحال نحتاج الطحين، ونحتاج نصف كيس خميره كيميائيه. هنا بالنسبه للاخوات اللي يكونوا مبتدئات يبغوا الطحين الكميه بالتفصيل بالضبط، في كل 250 غرام تاع زبده نحتاجو حوالي رطل تاع طحين. انتي ديري رطل لاش تي خاصك زيدي، خاش كاين بعض الفاين اللي تشرب وكاين ما تشربش. نروحو طريقه التحضير. اول مرحله نجيبو الزبده تاعنا، نجيبو معاها السكر ناعم. هنايا انا السكر ناعم درت معاه ملعقه تاع فانيليا، وانتوما باغي ديروا اي ذوق. انت كذلك في صابلي تاع المعجون نبغي فيه ذوق الليمون، من بعد ندير له كميه من ذوق الليمون. نخلطوا جيدا هذا السكر مع الزبده تاعها تكون طريه بدرجه حراره الغرفه، هكا جبدوها مسبقا باش العجينه تاعكم ما تغبنكمش في الخدمه. انا نخدم جيدا هذا السكر مع الزبده ونولي. انا بعد ما تخلط الزبده مع السكر مليح، نضيف لها حبه بيض ومعها زوج صفار. بعدين نقولكم هذه وصفه شحال قطعت لي. بالنسبه للاخوات يكونوا مهتمات ويبغوا يخدموا لي كوموند، ان شاء الله باذن الله تكون هذه الوصفه معتمده عندكم، والصابلي تاعكم ما يجيكمش يجيكم حبه قد اختها. ننصحكم الاخوات اللي يكونوا مبتدئات، ننصحكم انكم تخلطوا بعجينه قليله ومن بعد زيدوا لون عجينه واحده اخرى، ما تخلطوش خطره واحده باش ما تغبنكمش العجينه. هنا درك نضيفوا لها اغون تاع الليمون، نضيفوا لها حوالي ملعقه صغيره باش تعطينا هذاك الذوق فقط، باش نحيي تلك الذوق تاع البيض. خلطوا مليح. هذه سر، اول سر من اسرار نجاح الصابلي، انك تخلطي المقادير جيدا عاد كنا ضيفي الطحين. باش كاين بزاف اخوات ما يخلطوش مليح وبعد تقول لك الحبه ما جاتنيش قد اختها. هذه ان شاء الله باذن الله كي تخلطي تجيك حبه قد اختها. ولا كنتي مبتدئه ننصحك انك تخدمي بالباتير. هنا بعد ما خلطنا جيدا المقادير نضيفوا لها النشا اللي هي مايزينا كاس، ونهمو مليح، نحاولو أن ندخلو جيدا هداك هداك النشا المايزينا في الخليط تاعنا. هنا بعد ما خلطنا مليح دروك نضيفو لها الطحين. الطحين دايما تكون مغربدينه مسبقا، ديري معاها رشة تاع ملح باش الصابلي تاعكم يجي بنين. نديرو نصف كيس خميره كيميائيه ما نكثروش، ونلمو العجينه فقط بصبعنا باش تحصلوا على عجينه تكون طريه. مثل ما تعجنوش العجينه بزاف غير بالصبع بالاطراف تاع الاصابع هكا، لمي العجينه تاعك باش الصابلي تاعكم تانيك. هذا تاني سر من اسرار نجاح الصابلي. انا غادي نكمل بهذه الطريقه ونلم العجينه تاعي بعد نقول لكم. هاي العجينه تاعنا اللي تحصلنا عليها كما كتشوفوا، عجينة تكون طرية تكون ملساء ليس بهذه الطريقة. دوك هنايا لا كنتي ماشي مقلقة، ننصحك انك تدخليها في الثلاجة تشد روحها واحد 10 دقائق وخدمي بها، ولا كنتي مقلقة خدمي بها في الحين، وهي من الافضل من الافضل انك تدخليها تريح تانيك. هذا السر من اسرار نجاح الصافي. انا غادي ندي كمية فقط نخدم بها ونورقها. هذه عجينة تحصلنا عليها، دوك نحلها بالحلال عادي. ننصحكم الاخوات المبتدئات انكم تورقوها فوق كيس بلاستيكي باش تنجح لكم العجينه. ثانيك ننصحكم انكم كي تكونوا تطبعوا في العجينه تاعكم انكم تكونوا دايرين الفرن تاعكم يسخن باش كي تدخلوا لي صابي تاعكم ديروهم ياخذوا تحميره مليحه من التحت
ياخذوا تحميره فقط خفيفه من فوق ويكونوا لي صابلي تاعكم جاهزين. انا عندي لكم انواع من هذو لي صابلي، عندي لكم هذو الاشكال وانتم كل وحده والشكل تاعها. تدك ننصحكم انكم ما تكثروش الطحين في العجينه بالنسبه للاخوات اللي يورقوا بالطحين، من الاحسن انك تورقي غير هكا فوكيس بلاستيكي باش العمليه تجيك ناجحه وتنجحي فيها من اول مره، ولي صابلي تاعكم يكونوا محافظين على الشكل تاعهم. انا غادي نورقها بهذا الشكل، والتوريق ما لازمش عليك ديريها غليظه بزاف، ما ديريهاش رقيقه بزاف، على حسابك غنديرو حبه فوق حبه. هذا هو السمبلي لي بغيتي، يكون حوالي واحد مليلتر، عفوا واحد سنتيمتر هاك بهذا الشكل. دوك نجيبو الطابع اللي غادي نطبعو بيه. انا ديجا طبعت بهذا وطبعت بهذا، غادي نبدا نطبع طابع معين. تانيك سر من اسرار انك الطابع تاعك ديري هاكا فقط، ما تقولش تديو فيه وتحركي. نعاودلكم حبه هاكا فقط، ديرو نطبعو ونرفدو ديريكت هاكا. نعاودلكم حبه واحده اخرى بهذا الشكل. انا غادي نكمل بهذه الطريقه، نكمل كامل الحبات اللي عندي، ومن بعد نتلاقى مع خواتاتي نوريكم طريقه الطهي تاع لي صابلي تاعكم. هنا بعد ما طبعت كامل الحبات هادو الزوائد، ننصحكم انكم ديروا غير بهذا الشكل، غير لموهم فقط كيما نديروا العجين المورقه، باش تانيك لي صابلي يقعدوا لكم نفس الحجم بهذه الطريقه. هكا نخدموا عادي، نعاود نورقوهم للمره الثانيه عادي بهذا الشكل. بهذا الشكل، تخافيش على العجينه بهذه الطريقة، ونعاود نحلوها بشكل عادي. ما نضلو نعجنو في العجينة تاعنا، وما نضلو نخبزو فيها، وبعد ما تالي النتيجة ما تخرجلكمش. بهذا الشكل نطبعوها عادي، تاني كيما قلتلكم السمك ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش رقيق بزاف. هذا الشكل نعاودو نكملو نطبعوها شكل وردة. بسم الله نطبعو نرفدو، نعاودو نطبعو نرفدو هاكا بهاد الشكل. ديرو حبات كي يكونو على حسب الحبة المتقوبة، على حسب الحبة اللي تكون سائل. هنا بعد ما كملت كامل الحبات وطبعتهم بهذا الشكل، ندخلهم في الفرن يكون مسخن، ياخدو تحميرة شابة من الفوق من التحت، ومن بعد نشعلو عليها تاخد تحميرة خفيفة فقط من الفوق، ويكونو صابلي تاعنا واجدين. هادو هما لي صابلي تاعنا بعد ما طابو كيما كتلاحظو، حبة قد اختها الأشكال كاع قد قد كيما كتلاحظو، طيبناهم تحميرة شابة من التحت من فوق ياخد حاجة خفيفة برك. وهنايا تاليك ملاحظة رياقيها لأخواتي، نقولكم لازم عليكم الصابلي تاعكم يبردو تماما عادة كينا لصقوهم بالمعجون هاكا، باش المعجون تاعكم ما يشبهش كاع الصابلي. لصقو حبة تاعنا لي صابلي بهذا الشكل، قلت لكم متزيني، قلت لكم اختياري، انا عطيتكم اقتراحات فقط. هنا غادي ندير كميه نزيد نقيها من الفوق ونرشها بشويه تاع سكر ناعم، وهنايا غادي نزينها تزيين خفيف تانيك عفوا، ديروا كميه لبس بها هكا لصقوا الحبه تاعنا بهذا الشكل. وهنايا ننصحكم انكم تخلوهم كاع تلصقوهم كاع يشدوا رواحهم عادة كنا نتزوقوا فيهم. هنا نجيبو حبة تاع الصابلي تاعنا ندهنوها بشوية تاع معجون، ونديرو فيها كمية تاع الكوكاو اللي يكون محمص ومرحي. نفضل أني في هذه الكيفية ندير كوكاو محمص ومرحي اللي يكون بقشورو باش يعطينا نظرة شابة بهذا الشكل. في الوسط نعمرو كمية من المعجون بهذه الطريقة، يكون الصابلي تاعنا واجد بهذا الشكل. أنا غادي نكمل كامل الحبات ونزينهم كاع مع بعض، نتلاقو مع بعض ونشوفو وصفة تاع نهار اليوم شكلها النهائي في صحن التغطية. هذا هو الشكل النهائي تاع وصفة تاع نهار اليوم. هنايا بعد مدة التزيين خفي بالشوكولا عادي، هنا كيما شفتو درتها معاكم تاع شوية كوكاو. وأنا من الأخوات بالنسبة للأخوات اللي يبغوا يديروا سكر ناعم، ننصحكم أنكم ديروا كمية خفيفة فقط من المعجون ورشيها
بالسكر ناعم. بصح بالنسبه للاخوات اللي خدموا المشاريع ما ننصحكمش انكم ديروا السكر ناعم، باسكو بالخف تروح الشكل تاعه، وانا ثاني تاع العين تاع بهذا الشكل. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم عجبتكم، نتمنى ان شاء الله ديتو كامل الاسرار، وصراحه الاسرار كاع اللي نعرفهم كاع اللي قلتها معاكم. نحاول نقسم لكم حبه باش تشوفوا الشكل تاعها كي جاي داير، دوب في الفم دوب في اليد. شوف صدقوني وصفه روعه روعه روعه، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا لي رايكم في لي كومونتير. ومن اليوم ان شاء الله ما تكونش تعاني من الصابلي، وتخرج يخرج لكم الصابلي من اروع ما يكون، صابلي مقرمش، صابلي خفيف، صابلي يدوب في اليد. نتمنى ان شاء الله وصفتنا نهار اليوم عجبتكم. دوكما لي نقول لكم ما تنسوش بلي جيم لي كومونتير، والى الملتقى الى فيديو اخر ان شاء الله.